تنظم هيئة قصور الثقافة احتفالية فنية كبرى في قصر ثقافة الأسمرات بمناسبة الذكرى 68 لثورة يوليو. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة مراسل إكسترا نيوز محمد بهاء. أهلا بك محمد. تحياتي لك جاد، تحياتي للسادة مشاهدي إكسترا نيوز في هذه المتابعة المباشرة لاحتفال إحياء الذكرى 68 لثورة 23 من يوليو، واللي بتقام في حي الأسمرات. هذا الحي أو هذا المشروع الذي يعتبر واحد من أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في خلال سنوات قليلة مضت. طبعا هذا المشروع كان يهدف للقضاء تماما على العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة. احتفالية اليوم بتقام على أرض المسرح المكشوف الخاص بقصر ثقافة تحيا مصر بحي الأسمرات بحضور وزيرة الثقافة دكتور إناس عبد الدايم، وبالطبع دكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللي بينظم أو اللي بتنظم الهيئة هذه الاحتفالية المستمرة على مدار 3 أيام، بدأت منذ حوالي أكثر من ساعة مستمرة حتى 27 من يوليو بعروض فنية وموسيقية بيقدمها العديد من الفرق الموسيقية كفرقة الشباب الموسيقية العربية وفرقة النيل للموسيقى والغناء وفرقة التنورة التراثية، بالإضافة إلى ندوات خاصة بتبث مباشرة عبر منصات الفروع الثقافية المختلفة داخل قصر ثقافة تحيا مصر بحي الأسمرات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. أجواء بالفعل هي من الفرحة والسعادة مرسومة على وجوه الحاضرين والجمهور الحاضر لهذه الاحتفالية الوطنية بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو، خاصة من الجمهور من ساكني حي الأسمرات ومن القاطنين أو من الحاضرين من خارج حي الأسمرات الذين أبدوا انبهارهم بهذا الحي وهذا المشروع الضخم الذي نفذته الدولة المصرية خلال سنوات قليلة مضت، كما ذكرنا للقضاء تماما على العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة. احتفالية اليوم مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة بحضور وزيرة الثقافة والعديد من مسؤولين وزارة الثقافة. عودة مرة أحمد، نرى خلفك، ربما الصورة تتحدث أفضل من أي كلام، وصورة نرى خلفك القصر وفي أبهى صوره قصر الثقافة في حي الأسمرات، وربما هذه أبلغ رسالة بأهمية تنمية الإنسان المصري. إذا شكرا جزيلا لك أحمد بهاء، كنت مراسلنا، كنت معنا من قصر الثقافة في حي الأسمرات، شكرا جزيلا لك.